السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معكم دكتور اسلام مشاري، مدرس تمريض الاطفال جامعة قناة السويس. استكمالا للفيديو اللي فات، في المعمل اللي فات كنا اتكلمنا فيه عن السي بي ار فور نيونيتس او النيو بورن، وعرفنا فيه يعني مينلي اللي اتكلمنا فيه هو الاميديت كير اوف ذا نيو بورن، الطفل اللي لسه مولود لسه يعني طالع من بطن والدته، والمفروض انه لو معرض لاي مشكله في الكارديوبالمونري سيستم وما بداش سبونتينوس ريسبيريشن، عرفنا ازاي ان احنا نبدا نعمل يعني تدخل سريع معاه، بحيث يعني نحافظ ان الكارديوبالمونري سيستم بتاعه يشتغل بسرعه وبطريقه سليمه. طيب استكمالا للمعمل ده، احنا ان شاء الله دلوقتي هنعرف ازاي نعمل سي بي ار بس لطفل في الانفانس ستيج بقى المره دي، اللي هو الانفانت، الطفل الرضيع اللي هو من اول شهر لحد نهايه السنه الاولانيه، من اول شهر لحد نهايه السنه الاولانيه. لو اتعرض الطفل دوت لموقف انه الكاردياك سيستم بتاعه، الهارت او الريسبيراتوري سيستم بتاعه حصل فيه مشكله، ازاي نعمل له سي بي ار؟ طيب طبعا احنا في المعمل ده هنعرف برضو زي المعمل اللي فات بالظبط يعني ايه كارديوبالمونري ريسوسيتيشن، هنعرف الاسباب اللي بتدخل الانفنت في كاردياك اريست، وهنفرق ما بين الصمت تكنيك والتو فينجر تكنيك، وفي الاخر هنقول الكارديوبالمونري ريسوسيتيشن فور الانفنت ازاي نعمله. طبعا زي ما قلنا في المعمل اللي فات، السي بي ار هو عبارة عن emergency procedure، هو عبارة عن تدخل سريع، بيتكون من حاجتين برضو اللي هي chest compression اللي احنا بنعملها مع ال artificial ventilation، مع ال artificial ventilation. طبعا الكلام ده احنا بنعمله علشان نعمل manually ان احنا بنشغل الهارت واللنج بتوع الانفنت، اللي هو الهارت واللنج بتوعه هما الاثنين هاف ستوبد، يعني توقفوا عن العمل، ما عادوش شغالين لاي سبب بقى من الاسباب اللي احنا هنشوفهم وهنقول عليهم دلوقتي. فالطفل دلوقتي في emergency situation، لازم مطلوب مني ان انا اعمل emergency procedure اللي هو السي بي ار عشان اشغل له الهارت واللنج، او اقوم بعمل الهارت واللنج في الفتره اللي هما متوقفين فيها. تمام. طيب الاسباب اللي بتؤدي الى كاردياك اريست في الاطفال الانفنت في الفتره بتاعه السنه الاولانيه، دي معظم الاسباب اللي ممكن تدخلهم في كاردياك اريست. اول حاجه اللي هي التشوكنج، التشوكنج اللي هو الاختناق. مشكله الاطفال في السن ده ان هما بيبقى عندهم حاجه اسمها كيريوزيتي، يعني حب استطلاع. الطفل بمجرد ان هو بيبدأ يزحف، خلاص بيبدأ ان هو عايز يمشي ويروح في كل مكان، واي حاجة موجودة على الارض عايز ياخدها ويحطها على طول في بقه، لان يعني فرويد في السيكشوال ديفلوبمنت لما جه يدرس السيكشوال ديفلوبمنت بتاع المراحل المختلفة، سمى المرحلة بتاعت الانفانت دي الاورال ستيج. اورال ستيج لان مشكلة الطفل اللي هو الانفانت ده ان هو بيستكشف كل العالم عن طريق الماوس بتاعه، عن طريق بقه، يعني اي حاجة عايز يعرفها على طول بيحطها على بقه. فالطفل ده طول ما هو بيزحف، طول ما هو ماشي، اي حاجة بياخدها بيحطها على طول ايه في بقه، فطبعا دوت بيعرضه للشوكينج، الاختناق. اي حاجة هتقف في مجرى الايروي طبعا هتسبب له الاختناق، وساعتها لازم نعمل له السي بي ار طبعا لو القلب والرئتين توقفوا عن العمل. الدرونينج اللي هو الغرق، لو الاطفال طبعا يعني ما فيش كلوز اوبزرفيشن عليهم اثناء الاستحمام، او اثناء ان الطفل مثلا ممكن يكون في حمام السباحه وما فيش كلوز اوبزرفيشن عليهم، او ما فيش رعايه كويسه، فطبعا الطفل ممكن لانه سنه صغير ممكن يتعرض لدرونينج. الكتريكال شوك اللي هي الصدمة الكهربائية، لو الطفل برضو اتكهرب
او يعني لعب في اي حاجه فيها مصدر الكتريستي، فطبعا ساعتها برضو هيحصل الكتريكال ديستربنس في الهارت بتاعه، وممكن برضو ان هو يتوقف عن النوم. الاكسسيف بليدنج لو الطفل طبعا يعني حصل له اي تروما ودخل في اكسسيف بليدنج، فساعتها برضو هيدخل في هايبوفوليميك شوك، وبعد كده ممكن يحصل مشاكل في القلب، والقلب ان هو يوصل ان هو يحصل ستوب للهارت كونتراكشن. الهيد تروما او السيريس انجري، اللانج ديزيز انواع كتيره منها ممكن تؤدي برضو للكاردياك اريست، والبويزنينج برضو لو الطفل بلع اي حاجه زي الادويه او اي ماده سامه برضو ممكن تدخله في قصه الكاردياك اريست. دي معظم الاسباب ان الاطفال الصغيره اللي هي الانفانتس بيحصل لهم كاردياك اريست بسببها. طيب نفس اللي احنا متعودين عليه زي ما بنمشي في كل السي بي ار بتاعنا، البيزك بتاعنا هو الاي بي سي، اي بي سي اوف ريسسيتيشن، اير واي بريزنج سيركيوليشن. بالنسبه لاول حاجه للاير واي، الطفل دوت اللي هو الطفل اللي هو اول سنه، طبعا حضرتك اول حاجه لازم تشوف الاير واي بتاعه مفتوح ولا لا. انت دلوقتي معرض لموقف ان الطفل الصغير دوت قدامك اترمى على الارض ومفيش فيه صوت، ما بيعملش صوت، وانت شايف قدامك الطفل بقى فيه ساينس اوف شوكينج، يعني فيه اختناق، فيه ساينوزس اللي هو الاكروساينوزس اللي هي الزرعان في الاطراف، فيه ساينس اوف شوكينج، يبقى الكلام دوت كله معرض مني ان انا اعمل تدخل سريع. فالطفل دوت اول حاجه بعمل له اسسمنت ان انا بجري على الطفل وبشوف الكونشس ليفل بتاعه او الريسبونسفنس، مدى الادراك بتاع الطفل او الاستجابه بتاعته معي، وببدا ان انا اهز الشولدرز بتاعته وايه، وببدا ان انا ازعق شويه جنتلي، يعني مش بصوت عليه طبعا، جنتلي، وبقول له ار اوكي انت كويس. فده انت بتشوف كده مدى استجابته، مدى استجابه الطفل. الطفل دوت لو ما كانش فيه استجابة، على طول ببدأ ان انا اصرخ في المكان، وابدأ ان انا ازعق علشان اقول فور هيلب، ابدأ ان انا اطلب مساعدة الناس اللي حواليا بسرعة، وحد طبعا من اللي حواليا بسرعة يطلب الامرجنسي. بعد كده مهم جدا ان حضرتك تبدأ بقى في الخطوات بتاعت السي بي ار عشان تبدأ تسعف الطفل دوت. طبعا الطفل بيتحط على السباين بوزيشن على الباك بتاعه، ولازم يكون في فيرم سيرفيس تحته، يعني حاجه صلبه علشان لما تشتغل السي بي ار يبقى تلاقي ان السي بي ار دوت منه نفع، وان الموضوع يبقى مجزي كويس علشان يعمل معاك الايه الافكت بتاعه. بحط الطفل على الباك بتاعه على فيرم سيرفيس، وبعمل سبورتنج للهيد والنك. لو حضرتك هتبدأ ان انت تنقله او تحركه لازم يبقى فيه هيد ونك سبورت، عشان لو كان فيه نك تروما او هيد تروما يبقى انت برضو حضرتك واخد بالك. وبعد كده مهم جدا زي ما قلنا ان انا ابدأ افتح الاير واي بتاع الطفل، استخدم الهيد تلت تشين ليفت بوزيشن زي ما احنا عارفينه كده في الصور اهو، الصورة اللي على الشمال دي، برجع دماغ الطفل لورا وببدأ أرفع الإيه دقن الطفل لفوق، ببدأ أرفع الدقن لفوق وأرجع دماغه لورا. يبقى حضرتك كده فتحت مجرى الهواء. الجوز راست مانوفر إحنا بنستخدمها لو حضرتك متوقع إن فيه هيد تروما أو نيك تروما، يبقى حضرتك ساعتها لو حضرتك يبقى حضرتك ساعتها بتستخدم الجو ثراست تكنيك. بتبدأ حضرتك تفتح الاير واي عن طريق الهيد تلت تشين ليفت بوزيشن، وبعد كده ببدأ ان انا انقل على الخطوة التانية ان انا بشوف ايه البريسنج بتاع الطفل. ببدأ ان انا ابص على
البريسنج بتاع الطفل، ديترماين بريسلسنس، بشوف الطفل دوت فيه بريسنج ولا لا، الريسبيراتوري سيستم بتاعه شغال ولا لا. حضرتك فاتح الاير واي، وبعد كده بتبدا ان انت تعمل لوك ليسن اند فيل، 3 تكنيكس، لوك ليسن اند فيل. حضرتك بتقرب يور ايرز فروم ذا انفانت ماوس، بتقرب ودانك من الانفانت ماوس، وبتبدا ان انت تبص على التشست على نفس المستوى كده، بتبدا تبص على التشست بتاع الانفانت، هل بيطلع وينزل، بيطلع وينزل معاك ولا لا، لوحده الطفل وهو يعني بيشتغل ريسبيريشن لوحده، بيطلع وينزل ولا لا. listen for breathing، بتسمع البريسنج ساوندز، هل هي شغاله ولا لا، ودي طبعا بتسمعها عن طريق التشست، على التشست. وبعد كده فيل، حضرتك بتحس الهواء اللي خارج من بق الطفل عند خدك كده، وبتبدا ان انت تحس الهواء اللي خارج من بق الطفل، هل في خارج، هل في هواء داخل وخارج من الطفل ولا لا. الثلاثه دولت بيعرفوني اذا كان البريسنج شغال عند الطفل ولا لا. يبقى تاني خطوه اللي هي ديترماين البريسنج بتاع الطفل اذا كان شغال ولا لا، مهم جدا علشان حضرتك تقيم حاجه زي كده بالنسبه للبريسنج، تكون فاتح مجرى الايروي، لان مجرى الايروي لو مش مفتوح حضرتك مش هتقدر تقيم الموضوع ده، تقيم موضوع البريسنج بتاع الطفل. يبقى زي ما قلنا برضو هنفتح الايروي ونقيمه عن طريق لوك ليسن اند في. طيب الطفل لو طلع بيعمل بريسنج معاك ومفيش ايفيدنس في تروما، يعني الهيد بتاعته سليمه، النك بتاعته سليمه، ظهره سليم، مفيش فيه ساينس اوف تروما، على طول بحط الطفل على طول في الريكفري بوزيشن، بحط الطفل على الرايت سايد بوزيشن، الرايت سايد رايت الرايت سايد لاين بوزيشن، وببدا ان انا ممكن اجيب تاول والفها واحطها ورا ظهره علشان الطفل ايه افضل مثبته في الوضعيه دي وما يرجعش تاني، دوت الريكفري بوزيشن. زي ما انتم شايفين في الصورة اهو، بنلف ملاية او فوطة ونبدأ نحطها ونثبت بيها الطفل في البوزيشن ده علشان ما يتنقلش ايه تاني، اللي هو الريكفري بوزيشن. طبعا الامبورتنس في ريكفري بوزيشن ان هي بتحافظ على ان الايروي يكون مفتوح وكلير، وبتمنع طبعا الاسبيريشن او الشوكينج لو الطفل بدأ ان هو يعمل فوميتنج لمثلا بلاد او فلويدز او فود هو واكله، فساعتها على طول لو عمل فوميتنج الريكفري بوزيشن بيحافظ لي ان الطفل ما يحصلوش اسبيريشن. طيب الطفل بقى لو ما كانش في بريسنج، حضرتك فتح الاير واي، عملت لوك ليسن اند فيل، ما كانش في ساينس اوف بريسنج، على طول حضرتك بتبدا تدي تو جنتل ريسكيو بريسز، تو جنتل ريسكيو بريس. ازاي؟ انا هقفل النوز بتاعه الطفل بصباعين الاثنين، هبدا اقفل النوز بتاعه الطفل، هعمل ايه، هعمل بنشنج تو ذا انفانت نوز، يعني هقفلهم بايدي، وببدا عن طريق ان انا بحط ماوس تو ماوس تكنيك، ببدا احط الماوس بتاعي على الماوس بتاع الطفل وافتح الاير واي، وببدا اديله تو ريسكيو بريسز، تو فول ريسكيو بريسز عن طريق الماوس بتاع الطفل، عن طريق ان حضرتك تبقى مغطي ببقك الماوس والنوز بتاعه الطفل، يا اما تقفل النوز بصباعينك الاثنين وتعمل ماوس تو ماوس وتدي التو ريسكيو بريسز. وطبعا فاتح مجرى الاير واي وحضرتك بتدي التو ريسكيو بريسز، حضرتك تبص التشست بتاع الطفل هيطلع وينزل معاك ولا لا، يعني وانت بتدي النفس كده الشست بيطلع معاك ولا لا، علشان ما يكونش في حاجة واقفة في مجرى الهواء وقافلة الطريق. بعد كده ببدأ ادخل على طول على البلس، ببدأ ادخل على البلس مع الاطفال اللي هي الانفنت، بعمل اسسمنت للبريكيال بلس، بشوف البريكيال بلس، لو ما كانش فيه بلس او حسيت البلس يعني ويك وريجولر ويك،
حضرتك على طول هتبدأ الشست كومبريشنز، لازم تبدأ الشست كومبريشنز. طيب هدي الشست كومبريشنز ازاي؟ هدي الشست كومبريشنز في الانفنت عن طريق التو فينجرز تكنيك. مع الانفنت بنستخدم التو فينجرز تكنيك زي ما اخدناهم كده في المعمل بتاع السي بي ار بتاع النيونيت بنفس التكنيك. ببدأ ان انا اشتغل 30 chest compression، 30 chest compression بالتو فينجرز، وزي ما قلنا كده التو فينجرز بتوعك يكونوا بريبنديكولر على النص الاخير او التلت الاخير من الاسترنم، التلت الاخير من الاسترنم، وبوقف التو فينجرز بتاعي بريبنديكولر يعني عمودي على التلت الاخير من الاسترنم، وببدأ انزل بالتشست كومبريشن. طيب الدبس اللي حضرتك بتنزل بيه من نص لواحد انش، من نص لواحد انش، and give two gentle presses، يعني كل 30 كومبريشن هعمل 30 كومبريشن، وبعد كده هقوم منيم الطفل فاتح الايروي بتاعه وببدا ان انا اديله تو ريسكيو بريسز زي ما قلنا في السلايد اللي فات. بفتح الايروي بتاعته وبدي تو ريسكيو بريسز. طبعا البريسنج اللي حضرتك بتديهوله وانت بتديله البريسنج لازم تكون يعني في 1 سكند لونج، يعني حضرتك تدخل النفس اللي حضرتك بتديهوله دوت في ثانيه كامله، تديها له في ثانيه كامله علشان تقدر تديله يعني كمية نفس بصورة كافية ان هي تعلي الشست معاك وتديله الفنتليشن اللي الطفل محتاجه. وطبعا برضو تبص على الشست رايزنج بتاع الطفل بيطلع وبينزل معاك ولا لا. يبقى بالنسبة للشست كومبريشن انا بدي على طول لو ما لقيتش بلس معايا او كان ضعيف هبدأ على طول مع الطفل دوت انا يمو على فيرم سيرفس وببدأ اديله 30 chest compression عن طريق two fingers technique. بعد ما تخلص ال 30 على طول تدي two rescue breathes عن طريق الماوس تو ماوس او ماوس تو ماوس اند نوز breathing زي ما انتم شايفين اهو في الصورة اللي على الشمال، هو دوت ال two fingers technique على ال chest compression اهو. والفنتليشن حضرتك ممكن تديها له بالامبو باج انك تغطي او تديها له ماوس تو ماوس. طبعا بستمر 30 chest compression مع 2 rescue breathes خلاص، بعمل recheck the pulse every 2 minutes. الدورة الكاملة بتبقى 120 compression، بتستمر ال 120 compression طبعا متقسمة اللي هو 30 compression معهم 2 rescue breathes، وبعد كده 30 معهم 2 rescue breathes، 30 2 rescue breathes، واخر 30 و2 ريسكيو بريسز. يبقى كده حضرتك عملت 120 كومبريشن مع 8 ريسكيو بريسز، مع 8 ريسكيو بريسز. هي دي الدوره الكامله اللي بنعملها مع الاطفال. وكل شويه طبعا بتشيك البلس اذا كان البلس رجع ولا لا، اللي هو البريكيو بلس. طبعا اف نو بلس بكمل على التشيست كومبريشن والريسكيو بريسز لحد ما البلس يبدا ان هو يرجع. ان شاء الله بعد ما البلس يبدا ان هو يرجع وحضرتك تتاكد ان في بلس كويس وسترونج تشيك فور طبعا سبونتينوس بريسنج. ببدا ان انا ابص على البريسنج بتاع الطفل، البريسنج اشتغل والدنيا تمام بحط على طول الطفل في الريكفري بوزيشن طبعا، وبحافظ على الاير واي ان هو يبقى كلير ومفتوح عن طريق الريكفري بوزيشن. لو ما كانش فيه بريسنج بدي 1 rescue breathes كل من 3 ل 5 ثواني، كل من 3 ل 5 ثواني بديله انا rescue breathes عن طريق الامبو باج او الماوس تو ماوس، وبفضل كل شوية متابع برضو البلس عشان البلس ما يروحش مني تاني لحد اما المسعف او عربية الاسعاف تبدأ ان هي تيجي عشان تتعامل مع الطفل. بفضل مستمر كده لحد اما عربية الاسعاف او يعني الميديكال تيم يبدأ ان هو يجي عشان يتعامل مع الطفل. امتى ان انا اوقف السي بي ار؟
امتى اوقف السي بي ار مع الطفل ده، ان يرجع spontaneous signs of life restored، يعني ان الكاردياك كونتراكتيليتي ترجع، البلس يرجع كويس with the normal level، والريسبيريشن برضو يبقى فيه spontaneous respiration، يبقى حضرتك ساعتها هتوقف السي بي ار وتحط الطفل في الريكفري بوزيشن وتفضل عامل عليه كلوز اوبزرفيشن، يعني ما تسيبش الطفل، تفضل قاعد جنبه. ماشي. تيرن اوفر تو ميديكال سيرفيسز، ان الطاقم الطبي يوصل لك، يوصل في المكان ويبدا هو يتعامل. اوبريتور از اكزهوستد، الطفل ان او الشخص يتعب. فيزيشنز اسيومز ريسبونسابيلتي اند اوردر ذا اوبريتور تو ستوب، في حالات بتبقى يعني اندلس كيس، فساعتها الفيزيشن هو اللي بيؤمر ان السي بي ار يقف، او ان احنا تعدينا المده خلاص بتاعه السي بي ار. سكين از ان سيف، يعني المكان اللي حضرتك فيه ما هوش امن انك تشتغل فيه سي بي ار، يعني مثلا في فاير، في مكان بيغرق، المكان اللي حواليك فيه الكتريسيتي، المكان اللي حواليك ما هوش امن انك تشتغل فيه السي بي ار، لان حضرتك هتعرض حياتك وهتعرض كل اللي موجودين للخطر. بنحاول نشيل الطفل ونطلع لمكان بعيد او مكان يبقى سيف شويه ونشتغل ايه بسرعه السي بي ار. دي الحالات اللي احنا بنوقف فيها السي بي ار. بس كده، هو دوت السي بي ار اللي احنا بنشتغل بيه، والتكنيك اللي بنشتغل بيه السي بي ار فور انفانتس. في فيديو هيبقى مرفق مع الشرح دوت، هيوضح لكم بالظبط السي بي ار بتاع الانفانت بيحصل ازاي. شكرا يا شباب، سلام عليكم.